الله وبركاته. وبرحب بكل اهل الجزائر الحلوين. احب الاول اعرفكم عن نفسي، اسمي رشا الشامي، يوتيوبر، عندي قناه على اليوتيوب اسمها رشا الشامي، عندي كمان كتاب الحلويات اسمه الحلويات اسرار. سعيده بزاف ان اول تعاون ليا على القناه هيكون مع قناه جزائريه وحلوه زي قناه وصفات مريم. هقدم لكم النهارده وصفه جزائريه وهي الجريوش، كي يجي مورق وان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. فيديو اليوم بالاشتراك مع قناة مصرية للطبخ رشا الشامي اللي نحييها. واليوم ان شاء الله نحيي اولا تحية كبيرة كبيرة لأهل مصر الطيبين. واليوم ان شاء الله راح ندير الكبدة الاسكندراني، يعني كبدة كما نقول احنا بالجزائري كبدة مشرملة، لكن على الطريقة المصرية، تجي بنينة بنينة بزاف وما تتشبعش صراحة وتذوب في الفم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، وحنخلي لكم رابط قناة رشا الشامل تحت في صندوق الوصف، وتفضلوا نشوفوا طريقة التحضير. هنا على بركة الله نبداو. احنا عندي مقلة درت فيها تقريبا نص كوب من الزيت، درتو يسخن على نار عالية، وانتم طبعا تكونوا مقطعين الكبدة تحكم شرائح مربعات. وهنا عندي اربع فصوص ثوم حتى الخمسه، وعندي فلفل حار راح نديرو هنا من في الاول، وبعدين في الاخير ان شاء الله راح نضيف. هنا نحط الثوم والحار على نار عاليه، قلت لكم يعني الزيت ضروري انها تكون على نار عاليه مع التحريك المستمر كما راكم تشوفوا. ما تخلوش حتى الثوم تحكم يعني تتحرق، غير يعني تبدا تاخذ لون هكا يعني غامق شويه، هنا راح تضيفوا الكبده. نواصل التحريك، وحنخلي لكم طبعا المقادير لتحت في صندوق الوصف. هكذا تقعدوا تحركوا، من بعد تضيفوا الكبده تحكم. انا بالنسبه لهاد المكونات درت نص كيلو من الكبده، على بالي تجيني اسئله على الكبده، ممكن ديروا خروف وتقدروا كذلك ديروها بكبده تاع الدجاج. صراحه جربتها بكبده تاع الخروف، وتاني قدرتها بكبده تاع الدجاج، جات ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا دائما على نار عاليه، ونواصل هكذا التحريك المتواصل، يعني ما تخلوهاش حتى كي تطلق هذاك الماء وتولي يعني كما نقولوا احنا تعوم لكم في الماء، لا، لازم ضروري انكم تحركوا ودائما النار عاليه. هنا راح نجيب ملعقه كبيره من الخل نضيفها مع التحريك المستمر. وكل واحد طبعا حتى في اسكندريه يعني حتى في مصر، وكل واحد كيفاش يدير الكبده. هنا نضيف الملح حسب الذوق، كمون، نحتاج كذلك عصير ليمون يعني في الاخير ان شاء الله راح نضيفه. يعني هذا هو هذو هما التوابل الكبده الاسكندراني، دونك هي يعني ملح وكمون فقط. مع التحريك المستمر كما راكم تشوفوا دائما على نار عاليه هكذا. من بعد هنا نقص لها النار ونخليها تطلق هذيك المريقه تاعها. المهم في الاخير نضيف عصير نص حبه ليمون، نخليها تقريبا دقيقه فقط، من بعد مع التحريك طبعا من بعد راح نطفي عليها ونقدمها وهي تتكل. يعني ما يديروها خاصه يعني برا في العربات يعني، ويديروا هذه ساندويتش. وصراحه انا بعد ما طابت مباشره درتها ساندويتش واكلتها، يعني جات وش نقول لكم، بنا لا توصف. نتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله اخواتي المصريات اللي زاروني في القناه ان شاء الله يا رب نكون يعني درت الوصفه على يعني حقها يا رب ان شاء الله. ونتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش جيم طبعا وتعليقات. نقول لكم لملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.